السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين طلاب الصف الأول الثانوي، أخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. فيديو جديد على قناة مستر محمد ديب، بنحل فيه مع بعض المذكرة بتاعتنا اللي شغالين فيها مع مجموعات أونلاين وشغالين بيها في السناتر. طبعا الفيديو ده بيبقى مفيد لأن هو فيديو حل. أنا من وجهة نظري إن الحل أفيد من الشرح، يعني الطالب اللي بيركز ويتفرج على الحل وبنحل إزاي ونستبعد ونترجم كلمات ياخد استفادة أكتر من الشرح. فالدرس او الفيديو النهارده هنحل فيه الفوكاب الكلمات بتاعه بار 2 ليسون 3 و 4. دي المذكره يا باشا قدامك اهي، انت طبعا كراجل شاطر بتحفظ الكلمات دي. نويزي بقى، مزعج، ريلاكسنج، مريح، ريزورت، منتجع، دي الكي فوكاب الكلمات الرئيسيه بتاعه الجزء الثاني. وبعد كده ده المين فوكاب، ده الكلمات الاساسيه بتاعتنا، كده انت المفروض تحفظه وتبدا بقى تحل. احنا عايزين النهارده نحل، مش عايزين نرغي، عايزين نخش على طول. يلا يا باشا. هي سكورد ا جول A minute before the whistle blow. يا لهو، ده جاب جون ايه قبل الصفارة يعني ثانية، دقيقة كده. فانت راجل حافظ كلمات، في حاجة اسمها رائعة، بريانت يعني رائع او ممتاز، ده جون رائع جدا مش كئيب بقى ولا بتاع. يبقى he put on some earplugs to block out the snoring of his roommate. هو حط له باش حاجة كده يسد بيها ودنه عشان يسد الشخير بتاع زميله في الغرفة. طبعا اكيد يعني الشخير ده نويزي مزعج، يعني مش صامت ولا هادي ولا مسالم. Because of the climate، بسبب المناخ، the coastal are deserted in winter، بسبب المناخ المنتجعات الساحليه بتهجر في الشتاء. طبعا منتجع يعني هي، انت عايز هنا ريزورتس، بسبب المناخ الريزورتس مع المنتجعات، بس طبعا هنا مش جايب، المفروض مش از، يعني المفروض تبقى هنا مسألة، مش قصدي ار، المفروض تبقى إز يعني منتجع ريزورت. هادي كامب اب ويز ايديا فور نيو بوك. هادي عمل معسكر كده عشان يطلع فكره جامده جدا، يبقى بريانت، يبقى رائعه لكتاب جديد. زي وير ان ذا ليفت فور ان اور وين ذا الكتريسيتي وينت اوف، يعني تقطع. فهم اتحشروا كده يا جماعه، بقى عالق في كلمه، في كلمه اسمها ستاك، يبقى عالق لما الكهرباء قطعت. هيز فاذر بوت سام birds from Genoa which exist only there. والده اشترى بعض الاكسوتيك غريبه شويه، طيور غريبه من غينيا، ما مش موجوده غير هناك بس. يعني we had afternoon without the children's noise. قضينا يوم كده بعد الظهر peaceful، هادي كده بدون الدوشه بتاعت الولاد. she took a bath with some bubbles and salts. خدت كده حمام ريلاكسنج، استرخاء، فقاعات كده والصلص املاح كده، ريلاكسنج، ما الباث حمام مريح يعني. ستريسفول دي يعني ضاغط، انيشوس يعني قلق، ورد قلقان. شي هاد سكيدول اند هاد تو جاجل ميني تاسكس. هي عندها بيزك مع بيز سكيدول، جدول مليان، جدول مشغول جدا جدا يعني. ذا ترين ووز اند ذير ووز نو بليس تو سيت. القطر كان كراودد، مزدحم، وما كانش في اي مكان نقعد فيه. دي معناها فاضي ودي معناها فاضي. He was when he proposed to his girlfriend and she said yes. لما تقدم لحبيبته البنت ماشي معاها وقالت ايوه. هو بقى كان اوفر ذا مون، يعني اوفر ذا مون طاير من السعاده، ديبريسد يعني مكتئب، disappointed يعني محبط، miserable تعيس. The lecture المحاضره was and he couldn't wait for it to end. المحاضره كانت ايه، وهو ما كانش يعني هو مش قادر يستنى لغايه ما تخلص. اكيد يعني يا جماعه هو كده اكسايتنج وانترستنج معناه مثير يعني، فاكيد هي كانت بورينج ممله يعني. زي انجوي توجذر اند جرو زير اون فيجيتابلز اند هيربس. هم بيستمتعوا بايه مع بعض، وبيزرعوا بقى خضروات واعشاب، يبقى هم جاردنينج، اعمال الحديقه مع بعض. ديستراكشن تدمير. شي يوز تكنولوجي تو كوميونيكيت ويز هير فريندز اند فاميلي. هي بتستخدم المودرن تكنولوجي، التكنولوجيا الحديثه، تتواصل مع عيلتها واسرتها. He kept his mind by reading books and solving puzzles. هو دايما مخلي دماغه دي اكتف، نشطه كده، بان هو دايما بيحل، بيقرا كتب، دايما بيحل الغاز. He found yoga very and calming. ولا ان اليوجا دي تعتبر ايه وهاديه كده، وجد ان هي ريلاكسنج، استرخاء بقى، وكالمنج هدوء. والله يا جماعه ذا تشيلدرن الاولاد عاملين كثير من الايه في البلاي جراوند، عاملين كثير من النويز، كثير من الدوشة.
is a place where people go for vacation، مكان الناس تروح في اجازه بقى وفي تسهيلات في انشطه، ويعني ده ريزورت يعني منتجع كده. He enjoyed writing posts about his opinion on various topics. هو بيحب يكتب بقى البلوج المدونه بقى اللي هي بتاعت رايه بقى عن المواضيع يعني. She turned her of baking into a successful business. هي حولت يا جماعه هير هوبي هوايتها الخبيث ده البسيط ده خليته بقى عمل ناجح يعني، حولته لهواية ده حاجة كويسة على فكرة. They grow their own in their backyard garden. هما grow بيزرعوا زير أو يعني بيربوا their own in their background garden. هنا يا جماعة طبعا ممكن أقول chicken فراخ بقى، لو هنا grow بمعنى يربي كلمة يا جماعة، ولا تيجي بمعنى يزرع أحسن. أنا جايب بمعنى يزرع بقى، لأن جرو يعني ينمو، يبقى الخص بتاعهم إن بقى لو فراخ كان يبقى ريز يعني يربي أحسن يعني، أو جرو أب. is a person between الشخص المراهق من 13 ل 16 دايما بيبقى تينيجر لسه مراهق، لأن أدل ده يعني بالغ. she was always ready دايما جاهزة and loved trying new things، هي دايما يعني جاهزة للمغامرة، قاعدة بتحب تجرب حاجات جديدة يبقى جاهزة للمغامرة. He measured the between the two points with a ruler. هو قاس المسافة بين النقطتين بمسطرة، يبقى distance مسافة. She wore a dress for the wedding ceremony. هي لابسة فستان ايه للاحتفال بتاع الزفاف. لابسة يا جماعة traditional. هو يعني هي مفيش واحدة من دول تمشي، لان هي عايزة هنا صفة. فالصفة الوحيدة اللي عندك هنا كلمة traditional. لا. كلمة traditional يعني تقليدي، يعني الوحيدة اللي فستان تقليدي يعني. They didn't clean up after themselves and left a mess behind. هما ما نظفوش بشكل صحيح وراهم وسابوا كل فيه فوضى وده. فكلمة يا جماعة بربيرلي بشكل صحيح. She needed his during this difficult time. هي محتاجة سبورت الدعم بتاعه في هذا الموقف الصعب. She tried a dish that she has never tasted before. هي جربت كده unusual dish طبق غير عادي هي أصلا ما جربتوش قبل كده. They were that they didn't get the promotion they deserved. هما كانوا ايه ان هما ما خدوش الترقية اللي هما محتاجينها، يبقى هما كانوا upset منزعجين. They tested the food and spit out. هما يعني ده الاكل اللي هو ممكن بقى هنا يا جماعه تفوه بقى، يبقى الاكل ده اوف يعني فظيع حاجه كده يا جماعه شنيعه، ان هما تفوها ما كملوش يعني الصراحه يبقى اوف. He hit the door and waited for her to come in. هو استخبى يبقى behind بقى خلف الباب ومستني بقى ان هي تخش. She saw many during her trip and took picture of them. هي شافت العديد من ايه اثناء رحلتها وصورتهم، ممكن معنى نقول sites يعني معالم سياحية. He felt happier when they were and when they were apart. هو بيشعر بالسعادة لما هما بيكونوا مع بعض اكتر لما يكونوا منفصلين، يبقى together يعني مع بعض. هو بيشعر معنى ان هو بالسعادة لما بيكونوا together. She tried to space him down by speaking softly and gently. هي بتحاول ان هي calm him down تهديه شوية. They decided to the cave and see what they could find. هم حاولوا ان هم explore يستكشفوا الكهف كده ويشوفوا ايه اللي ممكن يجدوه. They on the beach and enjoyed the sun and the sea. هم جماعة relaxed كده on the beach واستمتعوا بالشاطئ والبحر. He cared about her. هو بيهتم بيها. And wanted her to be happy ونفسه انها تبقى سعيده. هو بجد يا جماعه actually بالفعل بقى بيهتم بيها، مش افتراضيا ولا سلبيا ولا بشكل خاطئ. They had a romantic dinner، اتعشوا عشاء رومانسي. On the and watched the stars، يبقى on the balcony. They built a sand castle، بنوا قلعه كده على الشاطئ وزينوها بالصدف. They were by their difficult financial situations and looked for ways to save money. فهم كانوا ايه بالموقف المالي دوت، هم كانوا ستريسد مضغوطين. هي ديسكرايب على فكره الموقف نفسه يكون ستريسفول ضاغط يعني.
He described his home as a nod of peace and a tranquility. هو بيوصف بيته يا جماعة ك is peace of peace. Peace يعني السلام. فهو شايف ان يا جماعة دي بقى حاجة كده بارادايس جنة. كلمة يا جماعة عندي حاجة اسمها بارادايس يعني جنة من السلام. They each other to do their best and overcome the challenge. هم يا جماعة بيشجعوا. They encouraged تشجعوا بعضهم ان هم يتغلبوا على التحديات دي. Encouraged. في عندك بعض الحروف الجار بروبوزيشن interested in escape بيهرب from. طيب بنحفظ الحاجات دي كلها ونبدأ بقى يعني نشتغل. لازم اكون مركز هنا. طيب they are busy هم they are busy the preparation of the wedding هم busy with مشغول بي. It thought that no one else was on the plane بيعتقد ان محدش تاني was on board. بورد يعني على سهرة يا جماعة. كلمة بورد يعني على سهرة. on board. A lion has escaped from هرب من القفص بتاعه. Generous people الناس الكريمة دايما ready to not volunteer work يبقى do يعمل عمل تطوعي يبقى do volunteer work ان هو يا جماعة طبعا يقوم بي عمل تطوعي يبقى to do. He worked for a long time هو فضل يمشي فترة طويلة لغاية ما في النهاية got to يصل لي destination الجهة اللي هو رايحها. A well known scientist عالم مشهور was accused of متهم ب ideas from other بص هو متهم ان هو عمل ايه يا جماعة؟ اكيد يعني متهم ان هو stealing سرق. ما يا جماعة متهم ان هو سرق افكار من الرئيس. She wanted to dive the dolphins and swim with them. هي عايزة يا جماعة دايف ويز تعوم مع الدولفين. He brought loads of أحمال من الهدايا for his family. يبقى loads of. She was looking a new job look for يبحث عن. She wanted to a holiday and relax. نفسها يا جماعة إن هي تعمل إيه؟ Have a holiday. تقضي أجازة. To have a holiday. نفسها إن هي شباب كده. Have holiday. He didn't a good time at the party and left early. He didn't have ما كانش مقضي وقت كويس. She wanted to a holiday for her children and make them happy. عايزة ان هي توفر اجازة لولادها. He advised her to her worries and focus on the positive things. قال لها انسي الاشياء القلق ده كله وركزي على الايجابيات. He missed his flight because he couldn't a flight in time. فاتته الرحلة ما قدرش كاتش يلحق الطيارة في الوقت المناسب. He a good use of his skills and talents and embraced his boss. He made a good use استفاد من مهاراته. They protested against the companies يعني تظاهروا ضد الشركات اللي هي the environment بتعمل ايه في البيئة اللي هي damaged بتدمر البيئة وبتلوث الجو. في عندك بقى الورد والسينونيمز والانتونيمز المرادف والمضاد والمشتقات الحاجات دي طبعا بتحفظها. اول جملة بيقول لك فيها he still has an active role لسه قدامه دور ايجابي في ادارة الشركة. فكلمة active role هنا اللي هو دور ايه dynamic role دور نشيط حركي energetic role دي معناها تافه او قليل دي معناها كسول كده. he was over the moon هو كان طاير من السعادة ده معناه ان هو كان ايه جلاد سعيد وهابي سعيد. Several people ناس عديدة وصفت ان هي سترينج لايتس شافوا انوار غريبة في السماء. فكلمة غريب اللي هي بقى ايه اكسوتيك غريب وانفاميليار غير مألوف. I dislike living in the busy streets بكره ان انا اعيش في حياة زحمة. فبيزي هنا معناها ايه زحمة كراودد زحمة وممكن نويزي ما هو مفيش بقى غيرها بقى هنعمل ايه. طيب ساينس فيكشن فيلمز افلام الخيال العلمي مملة. فكلمة مملة عكسها ايه ممكن اكسايتنج مثيرة انترستنج شيق. The ancient people of this area worshipped a huge bronze idol in the shape of an elephant. الناس في المنطقة دي بيعبدوا زي تمثال كده يا جماعة وثني كده شكل فيل. فكلمة ancient قديم عكسها ايه عكسها مودرن حديث عكسها كونتمبرري معاصر.
كلمة يا جماعة contemporary دي يعني معاصر دلوقتي. He was upset، هو كان منزعج لما هو سمع الأخبار بتاعة الحادثة. فكلمة منزعج معناه إن هو كان يا عيني ورد قلقان، كان confused برضو تمشي. I don't like this music، ما بحبش الموسيقى دي عشان هي noisy، مزعجة مزعجة. فكلمة مزعجة عكسها calm، هادية quiet، هادية تمشي. الوالدين should protect، يجب أن يحموا أولادهم from أو against الصحبة السيئة. لما الشيء ما بيكونش new أو modern يبقى هو ancient، قديم يبقى هو old. coming fish in the exam أو coming first، لما طلع الأول في امتحان خلاه يشعر إن هو فور سعادة. فكلمة فور السعادة دي عكسها عكسها sad، حزين أو stressed، مضغوط. he suffered from، بيعاني من the not of his illness and pain، هو بيعاني من the not of his illness. بيعاني من ايه بقى؟ بتاع مرضه والألم. جملة عايزة تركيز يا جماعة جامد جدا. هو الراجل ده بيعاني من اوفنس، انت عايزين انون، بيعاني من زي عايز انون. she had an headache and took some medicine، انا عايزين اصفها بقى، يبقى هو فظيع. he avoided the places، الاماكن اللي هي ايه، and prefers the quiet، يبقى crowded، مزدحمة. he joined a space of people who were protest against his just injuries، يبقى هو انضم للكراود، مجموعة من الناس. كراود يا جماعة مجموعة من الناس. he chose a not a color for his bedroom، هو اختار لون ريلاكسنج، عامل استرخاء كده. she needed to relax، عايزة فعل تقول مصدر. he practiced yoga and meditation for relaxation، الاسترخاء، هو بيمارس اليوجا عشان الاسترخاء. she had got something between her، يبقى stuck، حاجة كده عالقة، يبقى stuck. ده كده شباب بالنسبة للكلمات. طبعا ده الريدنج موجود عندنا اهو. بعد كده between، طبعا هنا يا جماعة الموقف نفسه بيكون stressful، ضاغط، انما الانسان بيكون مضغوط. فالناس بيشعروا ايه اثناء امتحانات؟ بيبقوا stress، مضغوطين، انما الوقت ده stressful يعني وقت ضاغط. encourage، يشجع، تاخد حرف الجر to، انما discourage يحبطه from. والدي دايما مي تو دو ماي اولموست، يبقى دايما انكارج مي، بيشجعوني برضو. موتيفيت والله يا جماعه ينفع بي و سي، يحفزوني برضو، ينفع بي و سي، هما بيشجعوا. ماي بيرنتس اولويز مي فروم، يبقى ديسكارج بقى. ديسبايت ذا، بالرغم من النتائج الايه، بالرغم من الاجابة المشجعه، احنا فضلنا حريصين، يبقى انكارجينج. روب يسطو للأماكن والأشخاص، إنما ستيل للأشياء. يعني the burglar لسه المساكن is based the bank، ده كده مكان، يبقى robbed the bank. العصابة الحرامية اقتحموا محل المجوهرات وسرقوا كل المجوهرات، يبقى stole، سرقوا. طيب spend لو جت بمعنى يقضي يعني جه بعدها فترة، أختار ing. إنما لو جت طبعا يا جماعة ينفق فلوس on، إنما يقضي فترة. take يستغرق، عايزة to المصدر. يبقى هو سبند قضى سيفرال اور، ساعات عديدة، يبقى هنا سبند يقضي فترة، اي ان جي ستادينج. طيب التيكس اخدت 30 دقيقة، يبقى تو رايت. كوايت اللي هي الاي بره يعني الى حد ما، كوايت الاي جوه يعني هادئ. فالفيلم ده كان ممل شوية، فانا عايز هنا اللي هي ممل شوية الى حد ما اللي هي دي، انما هو صوته هادي يبقى كوايت اللي هي دي. ده كده يا شباب كل الفوكاب، التدريبات بتاعت بارت 2 في يونت 1. يا رب يا جماعه تستفادوا من الكلام دوت، يا ريت كله يشير لزمايله. اللي بياخد معانا في اي سنتر يكتب في التعليقات اسم السنتر، الناس في المحافظات تكتب لنا المحافظه اللي هم منها، والناس ان شاء الله تستفاد، ربنا يوفقكم. وعاوز اسيب لكم في التعليقات لينك المذكره دي عشان تحلوها الاول، وربنا يوفقكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.